السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ زهرة. اليوم إن شاء الله كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق غادي نتشارك معكم روتيني الليلي في تنظيف المطبخ. هكذا كيصبح لي نقي ومنظم وكنتمكن نبدا يوم جديد على نظافة. اللي غادي تشوفوه هو طريقتي بدون زواق وبدون تنميق، الأواني مسخين ودنيا مرونة في حال كل الناس. اللي كيخليك تكوني متميزة هو أنه كاين الناس اللي كتحتفظ بديك الروينة دائما، وكاين الناس اللي ما كتحملهاش وكتنوض كتجمعها، وكتجمعها وفق واحد الروتين اللي كتكون دارته لراسها هي على حساب ظروفها وعلى حساب صحتها بالطبع. المهم هو انك تحافظي على داك الروتين مهما كانت الظروف، طبقيه باش تنجحي تكوني منظمة وتكون دارك نقية. نبداو بسم الله. اول فكرة غادي نعطيكم هي ما تشريوش الشبكة ديال الاواني كبيرة وبطبقات اللي يمكن لها تهزلك كل الاواني اللي عندك واللي كتستعملي، لانها كتعلمك العجز ومن بعد ما كتقدريش تفرغيها، ممكن تبقى نهار ممكن تبقى يومين، يعني كاين الناس اللي كتخليها وتبدا تعاود تهز منها ماشي مشكل. هاد الشبكة خاصها تكون كتهز كمية اقل من الاواني اللي كتستعملي في العادة باش تضطري تفرغيها من بعد، وهي كتكون دائما مغسولة ومجموعة جانبا حتى كنحتاجها. كنغسل حاملة الملاعق وكنحطها جانبا، كندير الصابون ديال الاواني اللي كتختاري انتي بالطبع، انا كيعجبني اللي ما فيهش الرائحة قوية. كنبدا طريقتي العادية، كنغسل الاواني وكنحط، ممكن تضيفي القليل من الخل حتى هو كيساعد على التطهير. ملي كتعمر الشبكة غير شوية كناخد منديل، انا عندي فوطة خاصة بالمطبخ دائما كنغسلها بالماء سخون بزاف والصابون والخل. هي كتبان قديمة لكن كتنشف لي الاواني مزيان. كنوضع الاواني عليها جانبا غير حدايا وكنمشي نكمل بهاد الطريقة. ملي كيبقاو غير السكاكن والملاعق كنحط الصفاية جانبا وكنبدا نغسل ونوضع فيها فوسط الحوض باش يتصفاو من الماء تماما. من بعد كناخد منديل خاص بالاواني يكون نظيف بالطبع وكنبدا نكمل المسيح اذا بقى فيهم شويه ديال الماء، وكنحط كل نوع مع بعضه، والكيسان كنمسحهم غير من على برا ماكشي من الداخل. كيف كتشوفوا عندي اشكال وانواع ديال لي طاس، ما عنديش واحد كيشبه الواحد، كيعجبوني يكونوا مختلفين، وهادو بالطبع للاستعمال اليومي ديالنا وكذلك للصديقات ديالي لانهم كيعرفوني. اما الضياف فضروري عندهم كيسان خاصين. ملي كنكمل كتجيني المهمة سهلة بزاف، كنرد كل حاجة لمكانها لأنني صفيت كل حاجة مع النوع ديالها. من بعد كنمشي نغسل الشبكة والصينية ديالها وكنخليهم يقطروا جانبا باش كيكونوا جاهزين للمرة الموالية. كنغسل الحوض بالإسفنجة الخاصة بالحوض ماشي ديال الأواني، وكذلك المناديل الخاصة بتنشيف الحوض كندير فيهم الخل مباشرة، كنمسح فوق الرخامة ديال المطبخ كاملة، ومن بعد كنخرجهم للتصبين. كناخد قطع أخرى، وهاد النوع ما كنستعملوش جافيل، كنستعملو غير الخل كمعقم رغم أنني من الناس اللي كتستعمل جافيل بزاف. وهكذا كيبقى لي غير مسح الأرضية مزيان، أصلا ما كان فيها والو، ثم كنوضع قطعة ديال الموكيت على الأرض باش تنشف ليا وتخلي لي الدنيا نقية. وكتجي كايلي كالعادة كتوزع الوبر ديالها على الموكيت، وما كيكونش سهل باش نزوله لكن ما عندي ما ندير. وهي هذه الكوزينة ديالي نقية بسيطة. البوطة في العادة كنغسلها بالليل لكن اليوم كانت نقية. نتمنى الفيديو يكون فادكم ولو قليلا. نتلقاو في فيديو قادم إن شاء الله أحبائي.